أخلاقيات المهنة والتأثر بالبيئة الخارجية. كانت ندوة هذه السبب فيها هو ان احنا يعني واخدين فرصة الحضور ما اتيحتش ليهم فرصة ان هم يحضروها مرة ثانية. لما تكرم ايضا الدكتور يامن بن راشد لخصها من حيث المحاور والمحاور الثانويه ودين الاسلام هو خاتم الأديان. طب انا مجانية لما يكملها. الندوة هذه احنا مدايرين قرار في مكتب الخدمات الطبية ان اي موظف نرشحوه لحضور دورة لما يكمل الدورة هذه بعد 10 ايام يجي يقدم اللي خداه في الدورة لبقية زملاء اللي ما حضروش لان ما نقدروش نرشحوهم كلهم. فكان في محاضرة مجانية اعطيت المدة الماضية عن اخلاقيات المهنة، حضروها 2 من موظفي المكتب والان طوالها 10 ايام، اليوم 10 يوم الموعد باش يقدموا يديرونا ندوة في الموضوع، يقدموا ملخص للي استفادوه. المحاور اللي هم اخذوها كانت تعريف الأخلاق، تعريف الموظف، حقوق الموظف، وميثاق شرف المهنة، والفرق بين القائد والمدير. من الأسبوع كانت أيام متتالية مجانا طبعا لأسئلتكم جميعا، اللي عنده سؤال اللي عنده وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي ومن كان تحافظ عليه حتى بنظرك وحراستك وتأمينك لهذا الشيء الذي أتمنت. الدكتور يامن بن راشد مشكورا. برنامج اليوم طبعا هي ندوة قامت الدكتورة هناء بالإعداد لها ودعوتنا لحضورها. الندوة عبارة عن تلخيص لما جاء في محاضرة سابقة في إدارة الخدمات الصحية لبعض الكوادر الإدارية، كان عنوان المحاضرة كما هو واضح خلاقة الأخلاقيات المهنة والتأثر بها أو التأثر بالبيئة الخارجية. قامت الدكتورة مشكورة بإعداد هذه الندوة أو الإعداد لها وبمشاركة عدد 2 من موظفيها الذين حضروا الندوة سابقا اللي حضروا المحاضرة سابقا، أعدوا كلمتين تضمنتا ملخص لما جاء في المحاضرة السابقة، زادوا إطراءها أو إطراء بعض المحاور وقاموا بطرحها، وقمت أيضا بالتعقيب والكلام في بعض ما دار في المحاضرة السابقة وزدت عليه لعموم الفائدة. زي ما تحب تفضل أستاذ محمد. طبعا أستاذ محمد جاي مدير مكتب الجودة بمستشفى عواطف السيد عبد المنعم، إذا كان عندك مشاهدة بالإضافة. قسم محاور ندوة اليوم بين الكلمة الأولى الترحيبية اتجاه زوجها أمانة الراعي. كل مسمى وظيفي هو مهم، مش يعني كذبة هذه ميت، هذه أمانات لابد أن نحفظها. فالأمانة